وزير الداخلية في زيارة إلى ليبيا السيد خالد النوري وزير الداخلية التونسي أدى اليوم زيارة إلى ليبيا، كان في استقبال وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي لحظة وصوله إلى العاصمة طرابلس عبر مطار معتيقة الدولي، وهذا حسب بلاغ نشرته وزارة الداخلية الليبية على صفحتها. طبعا جملة من المواضيع أكيد باش تكون مطروحة في هذه الزيارة، وخاصة منها معبر راس جدير وإعادة فتحه، خاصة بعد الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد مؤخرا في الجانب التونسي من المعبر راس جدير، وما تمش التوصل إلى أي اتفاق وتواصل غلق معبر راس جدير. الأكيد أنه وزير الداخلية في هذه الزيارة من بين الأولويات والملفات المطروحة هو ملف إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي. ديوان التونسيين بالخارج يقول أن التحويلات المالية للتونسيين بالخارج بلغت 7% من الناتج المحلي الخام، هذا ما كشف عنه المدير العام المساعد لديوان التونسيين بالخارج والمكلف بالإشراف على الديوان حلمي أتليلي. يقول أن تونس موقعة على 21 اتفاقية ثنائية لضمان الحقوق الاجتماعية للتونسيين بالخارج. وخلال حوار اليوم على الإذاعة الوطنية بين حلم تليلي أنه أكثر من 90% من التوانسة في الخارج يتمتعون بالتغطية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وثمن تليلي مجهودات التوانسة بالخارج في المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني عبر التحويلات المالية، وقال أنه 65% من خدمة الدين الخارجي للبلاد التونسية تغطيها مداخيل العملة للجالية التونسية. كما أشار إلى أن التحويلات المالية للتوانسة بالخارج بلغت 7% من الناتج المحلي الخام، وأكد تسجيل تطور ونسق تصاعدي على هذا المستوى، ولاحظ أنه ورغم ذلك فإن مساهمة الجالية في القطاع الفلاحي والصناعي تبقى قليلة، لكن تحدث زادا عن ضرورة إحداث مشاريع اقتصادية بنسق أسرع مما هو عليه حاليا بما من شأنه خلق مواطن شغل. كما أشار إلى وجود تذمر في صفوف التونسيين بالخارج من البيروقراطية ومن بطء الإجراءات الإدارية، وشدد على أن هناك إجراءات مشجعة على الاستثمار لا يعلمها تونسي بالخارج حسب تعبيره. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري تطرق في لقاء عمل جمعه بنائب وزير الخزانة الأمريكية إيريك ماير بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جويهود، تطرق إلى علاقات الدولة التونسية مع المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي. ذكر النوري بمتانة العلاقات التي تجمع الطرفين، وذلك على الرغم من تعطل المفاوضات منذ سنة 2020 بخصوص إبرام برنامج تمويل جديد حسب قوله، وأكد في هذا الصدد على أهمية مراعاة الصندوق لخصوصيات كل دولة وخاصة منها الجانب الاجتماعي، نظرا لأن الدول اللي تسعى للاقتراض هي في الواقع تبحث عن التمويل المفيد والموجه للتنمية حسب تعبيره. أما بالنسبة لتأخر المشاورات مع صندوق النقد الدولي بعنوان المادة الرابعة، فقد أشار المحافظ إلى إيفاء تونس بتعهداتها المالية إزاء مختلف المانحين، وأكد على العلاقات الجيدة والمتينة للبلاد مع كافة الأطراف والجهات المانحة، كما شدد على أهمية دعم الدول الصديقة لتونس في مواجهة مختلف التحديات بما يتلائم مع سياستها الوطنية وبما يحفظ سيادتها، وخاصة على مستوى تنويع مصادر التمويل الخارجي وتوفير التمويلات الضرورية اللي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع مختلف العوامل الداخلية والخارجية وتطوير نسب النمو. المحافظ عبر عن تطلعه لتكون هذه الزيارة فرصة لتعزيز أواصر وأفاق التعاون وتطوير ودعم الشراكات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية للارتقاء بها إلى أعلى المستويات. كذلك محافظ البنك المركزي التونسي استعرض آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد خلال سنة 2023، أشار إلى التعافي التدريجي
اللي يشهد الاقتصاد التونسي على خلفية المناخ الوطني المتسم بالاستقرار السياسي والاجتماعي، أشار في هذا السياق إلى التحديات الرئيسية لواجهها الاقتصاد الوطني منذ 2011 على خلفية الظرف الدقيق على الصعيدين الوطني والعالمي. نوه بالجهود اللي تبذلها السلطات التونسية لتحقيق نمو شامل وسليم ومستدام بفضل جملة المبادرات الإصلاحية اللي انخرطت فيها البلاد، كما يدل على ذلك تمكن تونس من الحد من التضخم اللي وصل لمستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة. قال زاد أن هذه الإصلاحات الهيكلية الطموحة تكتسي طابع ملح وضروري، أحكي على إعادة صياغة مجلة الصرف، تحسين مناخ الاستثمار، تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي، واستعادة القطاعات لإنتاجيتها وحيويتها. وزيرة التجهيز تشرف على جلسة عمل حول إجراءات إحداث شركة إحداث مدينة الأغالب الطبية بالقيروان في إطار متابعة توصية المجلس الوزاري اللي انعقد بتاريخ 3 أفريل 2024 لاستحثاث إحداث شركة مدينة الأغالب الطبية بالقيروان. أشرفت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة زعفراني الزنزري على جلسة عمل لمتابعة مدى تقدم الإجراءات المتعلقة بإحداث هذه الشركة. وحسب بلاغ للوزارة فقد حضر الجلسة رئيس الديوان برهان حميدة، المدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات سامي خي، ومدير التعمير عبد الرزاق شيحة، وعدد من إطارات الوزارة. تم خلال هذه الجلسة النظر في مدى تقدم الإجراءات المتعلقة بتغيير الصبغة العقارية للأرض المخصصة لإنجاز مشروع مدينة الأغالب الطبية بالقيروان، كذلك مدى تقدم الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات خاصة بالدراسات استعدادا لعرضها على لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية. وهوني أوصت الوزيرة بضرورة التسريع في استكمال هذه الإجراءات واتخاذ كل التدابير القانونية والترتيبية اللي تضمن احترام الآجال المبرمجة لانطلاق نشاط الشركة والإسراع في إعداد دراسة جدوى المشروع وكل الدراسات ذات العلاقة. ونذكروا بأنه زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى الصين كان من بين المشاريع اللي تم التطرق لها مع الجانب الصيني هو مشروع المدينة الطبية في القيروان. وبعد أيام قليلة من عودة رئيس الجمهورية من الصين، وفد صيني يزور الموقع متاع أحداث المدينة الطبية، وكان مرفوق طبعا بوزيرة التجهيز والمستشار الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية لمتابعة هذا المشروع الضخم.